ما مرتاحينش ما مرتاحينش أختي. حلو. الأم مني دارت هذا الشيء كل شيء، الأم مشات تتناق وغات فرتكناق ما عرفت اش من حل. اش غادير؟ تايا مشات، تايا مشات. اه ولادها جوج مرات. نعم. وانا عايشه مع خوياتي مرض عقليا. هذوك واخا هكاك بخير، هذوك ما كيهضروش ما كيتكلموش، كياخذوا الدواء ديالهم بخير، ولكن هاد الدرك ما عرف. او تمحلنا اختي تشتتنا ما عرفنا مره وسط ما رجينا. الحل عايشين في الزنقه. انا عايشين في الزنقه. واش نفرتك؟ اه ما بقاش بدينا نفرقوا في الدار. علاش؟ تمحلنا. اش كيدير لكم؟ بزاف عاودين بزاف الحوايج ويهدد. راحنا عصابرين نطمنكم الله نصرد سيدنا عاش الملك. حنا بغينا حقنا ما بغيتش ندخل دار. شحال انت كتعسي بالزنقه؟ بزاف. مثلا المده شحال؟ راه ما عادش اكثر من شهر ولا اكثر. انا كنخلص الماء كنخلص الضوء كنخلص كل شيء. انا تمحنت اختي ما كيقدرش اختي نبركو في الدار. عشنا حارة اختي في رمضان. ودخوها ديما محية عليهم في الدار. انا مزلي على ماما واختو ومزلي على عمتو وعمامو كاملين مزلي عليهم. ما كيخليش واحد يدخل في الدار. علاش؟ واش مريض مسكين؟ هو خاصو السبيطار. وراه ما خاصوش يبقى هو خطر اصلا على اي واحد من غير موما. واش هو مريضة ضربها هي ضربها الفمها ضربها امو كيضربها. اما دابا بنادم ما نكذب عليك ما هو الجيران كيخافوا منه كلشي كيخاف منه. هذاك الجار ديالو شحال مره تصادع معاه على قبل الغوت كيطلع للدار يبدا يضرب في داك الشريب ليهم كلشي. شو الشرجم راه حيدهم حيدهم كلشي حتى حاجه ما خلاهم مكرفس على هاد الناس هادو والله. هذاك الشيء اللي كاين ما كرهناش شي حال والله. مشيت عالج يمشيش خاصو السبيطار ضروري ما خاصوش يبقى هنا والله. غير خاصو السبيطار خاطر على اي من غير عائلته على اي واحد كيشكل خاطر. كنطلب الله اختي هذا دابا قبيله تيقول لك انايا اقسم لك اختي بالله العلي العظيم قبيله قال لي شتي امي ومع بنادم يوقف يبدا يدوي معاك بحال هكا شويه يا دار داك النار مع الدراري راه ضرب واحد كان غادي يقتلو. انت هو با انت هو خويا انت هو كلشي. بغيتي تدخلي لدارك؟ ما تدخل دار ولا تبيع دارنا. انا بغيت تبع اختي انا بغيت حقي وحق خوتي. هادشي اللي كنطلب ما بغيت حتى حاجه. ما بقاش بغيت تهبط الدار. الدار ما بقاش باغي ندخل لها. دخلي جي للدار. ما بقاش باغي ندخل لها. دخل كيما هرسي قفوله هرسي البيبان هرسي كلشي اختي. بغيت السلطات يطلبوا من الله وعاش المالي. ما عندي حد اختي. راني ما عندي حد. عندك خوتك هي مراد مشيت. خوتي مراد. ودابا والفوق ملي كانت امو كانت كتخلص الماء راسها كتخلص الضوء كتخلص كل شيء. والله العظيم. هز لهم الهم كاملين. هيك حاسه الدقه. وخوتهم ملي الله يعفو عليهم كيهبطوا عندها مع الصباح كتجيب لهم قالوا كتجيب لهم هو براسه كهزها كامل. حشومه والله الا حشومه.